أهلا ومرحبا بحضراتكم في المحاضرة الخامسة من مادة نظم المعلومات الإدارية، وهي المادة المقررة على طلاب الدكتوراه المهنية المستوى الرابع تخصص إدارة أعمال. مع حضراتكم الدكتورة سهام نبيل. المحاضرة اللي فاتت كنا بدأنا مع أولى محاضرات الفريق البحثي الثاني من طلاب المستوى الرابع لتخصص إدارة أعمال. أنا كنت أسندت لي موضوع نظم المعلومات الإدارية وأنواعها. كان الاتجاه بتاع الفريق ده، وهو اتجاه بالنسبة لي موفق، إن هما لما بدأوا يتكلموا عن موضوع نظم المعلومات الإدارية وأنواعها، ما بدأوش على طول إن هما يعرفوا نظام المعلومات الإدارية وبعد كده يذكروا الأنواعها السبعة. لأ، هو ما عملوش كده. هما بدأوا الأول، وده اللي أنا عايزة أوصله لحضراتكم، إن هما بدأوا الأول إن هما يعرفوا المعلومة ونبذة تاريخية عنها، نبذة تاريخية على نظم تطور المعلومات. كانت النبذة دي كان أساسها إيه؟ لو أنا بس عايزة أوضح لكم الفكرة اللي هو بدأوا، وعشان كده بدأوا بيها بالموضوع ده. هما لما انا طلبت منهم نظم المعلومات الاداريه، كان جزء من العناصر المطلوبه في الموضوع ده ان هم يعرفوني ايه هي المعايير اللي بتختلف فيها كل نظام من نظم اداره المعلومات عن النظام التاني. فطبيعي عشان نفهم الجوانب المعياريه ما بين كل نظام من نظم المعلومات الإدارية اللي بيبقى على أساسها بيتم الاختلافات، لازم نعرف الأول المخرجات بتاعت النظم دي بتبقى عبارة عن إيه، وإيه هي الجوانب بتاعتها وبتختلف في إيه. فبدأ معاكم بده عشان يفهمكم إن في التطور بتاعها بتتضح الجوانب اللي ممكن يحصل فيها اختلافات ما بين كل نظام والتاني. لو نلاحظ مع بعض في النظم وتطورها، ظهر لينا حاجة يا رب تكونوا خدتوا بالكم منها. الموضوع ان تطور النظم المعلومات وخصوصا على الحاسب الآلي، كان التطور ده بيحفزه حاجتين. بيحفزه اول حاجة طبيعة الاحتياج للمعلومة ايه، تاني حاجة طبيعة التطور التكنولوجي كتقنية كانت ايه. لو تلاحظوا ان الاول كان النظم المبنية على البيانات، وبعدين النظم المبنية على المعلومات، وبعدين النظم اللي بقت مبنية على دعم القرارات، وفي الاخر وصلنا في المرحلة اللي احنا فيها ديت، المرحلة اللي احنا فيها دي النظم الخبيرة. فكان فعلا ان اللي بيحفز التطور هم حاجتين من أساسيات المعلومة بتاعتنا، أو المخرج اللي احنا محتاجينه من نظم المعلومات الإدارية، وهو طبيعة الحاجة ليها، تاني حاجة طبيعة التطور التكنولوجي اللي فيه نظم المعلومات. بعد ما هم خدوا ده وعرفنا جوانب المعلومة وفهمنا الفرق بينها وبين البيانات بطريقة غير محسوسة، وده الصراحة كان ظريف جدا من الجروب، بدأ المهندس تاني عضو يعني من الفريق، وهو المهندس أحمد إبراهيم، يعرض لنا المنظمة. وطبعا انتوا هتستغربوا هو عرض المنظمة ليه. يا جماعة، هو عرض المنظمة بأجزائها وعرفها علشان نوصل ليه ظهرت الأنواع المختلفة من نظم المعلومات الإدارية. فطبيعي كان لازم يعرفنا المنظمة ويعرفنا أجزائها إيه عشان نعرف منه الأنواع السبعة لنظم المعلومات الإدارية اللي هي مطلوب منهم إن هم يتكلموا عنها، ليه ظهرت وليه بقت متواجدة في أي من المنظمات. لما وضح لنا إن المنظمة ديت مكونة من 3 أجزاء رئيسية: الهيكل التنظيمي والوظيفة والوظائف يعني، والعلاقات ما بين المستويات الإدارية في الهيكل التنظيمي وبين الوظائف برضو في الهيكل التنظيمي. عشان كده لما ظهرت نظم المعلومات الإدارية كان لازم يكون فيها أنواع
تخدم لي واحد على الأقل من الجوانب الثلاثة في المنظمة إن لم تكن تخدمهم كلهم. فعشان كده ظهر السبع أنواع المتعارف عليهم من نظم المعلومات الإدارية، واللي قام المهندس أحمد إبراهيم بشرح ثلاثة منهم، وهنكمل الأربعة الباقيين إن شاء الله مع ثالث نوع من أنواع نظم المعلومات الإدارية هو نظام التقارير الإدارية. ظهر مفهوم التقارير الإدارية كمفهوم حديث وكعمل مخطط لغاية عمليات اتخاذ القرارات. الهدف من نظم التقارير الإدارية هو إنشاء التقارير، وطبعا ده بالاستناد إلى البيانات اللي بتنتجها نظم معالجة المعاملات أو النظم المحاسبية، وده اللي تم شرحها بالنقطة السابقة. التقارير اللي بيتم إنشائها غالبا بتحتوي على نوعين من المعلومات، بتكون إما مختصرة وروتينية أو معلومات استثنائية بتكون عن أنشطة المنظمة، وده أدى إلى وجود مصطلح آخر بيطلق على هذا النوع من النظم، هو نظام تقارير المعلومات، وده لمحدودية استخدام مصطلح نظم التقارير الإدارية اللي ظهرت في الولايات المتحدة في الستينات والسبعينات، وأيضا إمكانية حدوث تداخل بين مفهوم نظم المعلومات الإدارية ونظم التقارير الإدارية. ولهذا ركز باركر وكيس على التمييز بينهم، وعد نظم التقارير الإدارية نظام فرعي من نظم المعلومات الإدارية، زي بالظبط نظم دعم القرارات الإدارية ونظم معلومات المكاتب. رابع نظام هو نظام دعم القرارات. ظهرت نظم دعم القرارات في بداية السبعينات من القرن العشرين مع تطور حوسبة منظمات الأعمال والمنظمات العامة، وده كان من أجل مساندة صناع القرارات على اتخاذ القرارات الرشيدة والمناسبة. وتستخدم نظم دعم القرارات في دعم نوعين من القرارات، القرارات شبه المبرمجة وغير المبرمجة، وتتلائم هذه النظم مع كل من الإدارة الوسطى والعليا. وتعرف نظم دعم القرارات على أنها النظم اللي بتزود المديرين بأدوات معلوماتية زي الجداول ونماذج المحاكاة والرسوم، ودي بتساعدهم على حل المشكلات شبه المبرمجة وغير المبرمجة. في حاجة كمان لازم نأكد عليها، هي أن نظم دعم القرارات مش مهمتها صنع القرارات للمديرين، لكن هي بتزود المديرين بالتسهيلات اللي بتولد المعلومات اللي بيحتاجوا ليها عند اتخاذ القرارات، بمعنى أن نظم دعم القرارات بتدعم صانع القرار أكتر من تزويده بوسيلة تحل محله. خامسا هي نظم المعلومات الاستراتيجية. بتعرف الاستراتيجية على مستوى الشركة بأنها العملية اللي بتهدف لتحقيق الميزة التنافسية، ودي بيكون لها عدة خطوات. أولا تحديد رسالة المنظمة والأهداف اللي بتسعى المنظمة لتحقيقها. تاني خطوة وضع الخطط الاستراتيجية اللي بتساعد المنظمة في الاستفادة من الفرص والتغلب على التهديدات، وده لتحقيق الميزة التنافسية. تالت خطوة تحليل الفرص والمخاطر الموجودة في البيئة التنافسية. رابع خطوة تحليل أوجه القوة والضعف في البيئة الداخلية للمنظمة. خامس خطوة تطبيق الاستراتيجية، وأخيرا مراقبة التنفيذ ومعرفة مدى فاعلية الاستراتيجية. طبعا كل الخطوات دي لا يمكن تحقيقها دون وجود نظم معلومات خاصة بالمسائل الاستراتيجية، ودي بتقوم على تقديم معلومات استراتيجية حول العمليات الإدارية الاستراتيجية والمنتجات والخدمات الاستراتيجية والقدرات اللازمة لتفعيل الاستراتيجية التنافسية للوصول إلى الميزة التنافسية. وبالتالي فإن نظم المعلومات الاستراتيجية هي اللي بتزود إدارة الشركة بالمعلومات الاستراتيجية اللازمة، سواء كانت معلومات عن المنتجات الخدمات التنافسية، المنتجات والخدمات المنافسة أو المنافسين أو العملاء والموردين والسوق، بهدف وضع الاستراتيجية التنافسية وبالتالي تحقيق الميزة الاستراتيجية على منافسيها في السوق. سادسا نظم دعم القرارات الجماعية. نظم دعم القرارات الجماعية من أهم أنواع نظم دعم القرارات، واللي ظهر اهتمام الباحثين بها في الفترة الأخيرة. صممت في بداية السبعينات على أساس دعم القرارات الفردية فقط، وده كان نظام مختلف عن النظم التقليدية لمعالجة المعاملات. في نهاية الثمانينات توسع مفهومها بعدما أكدت الخبرات الإدارية أن الكثير من القرارات لا يجب أخذها بشكل فردي بل بشكل جماعي، وده لأن 80% من المديرين بيقضون أوقاتهم في لجان ولقاءات واجتماعات ومناقشات وفي التفاوض ومعالجة المشكلات. لذلك تم تطوير نظم دعم القرار لتلبي هذا الشكل الجماعي من اتخاذ القرارات. بالتالي ظهرت
نظم دعم القرارات الاجتماعية، واللي بتعرف بأنها نظام تفاعلي بيكون مبني على الحاسوب، بيسهم في تيسير حل المشاكل غير المبرمجة اللي بتسعى لحلها مجموعة من متخذي القرارات واللي بيعملوا معا كفريق، وده بهدف رفع فعالية الاجتماعات. رفع فعالية الاجتماعات بيتم من خلال إعداد جيد ومسبق للاجتماعات، خلق جو حواري وتعاوني، وإجراء تقييمات موضوعية، واتخاذ إجراءات مدروسة مستندة لبيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة. سابع حاجة وآخر نظام هو نظم معلومات الإدارة العليا. بالنسبة للبيانات والمعلومات اللي بتوفرها أنظمة المعلومات الأخرى زي نظام معالجة المعاملات ونظام التقارير الدورية ونظام دعم القرارات، كلها بتوفر بيانات ومعلومات عامة. البيانات والمعلومات دي بتحتاج إلى تنقية وتصفية واختصار وإعادة صياغة علشان نقدر نستفيد بيها وتكون نافعة في مجال العمل الاستراتيجي، واللي دايما بيركز على الوضع المستقبلي والشمولي للشركة أكتر من تركيزه على الوضع الماضي أو الجزئي. عشان كده ظهرت مؤخرا نظم معلومات خاصة بالإدارة العليا، واللي منها نظم المعلومات الاستراتيجية. ونظم معلومات الإدارة العليا بتعرف بأنها نظم معلومات بتعتمد على الحاسوب وصممت لمواجهة الحاجات الخاصة من المعلومات لمدير الإدارة العليا أو للمديرين التنفيذيين، وده لمساعدتهم على اتخاذ القرارات أثناء ممارستهم الإدارية المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والرقابة الإدارية والتركيز على البيئة الخارجية والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية والإدارية والاقتصادية واللي بتحدث في بيئة شديدة التعقيد وسرعة التغير. نظم معلومات الإدارة العليا بتشبه جدا نظم دعم القرارات الفردية والجماعية، لكن نظم معلومات الإدارة العليا بتكون موجهة لتلبية حاجات الإدارة التنفيذية العليا الخاصة جدا، بمعنى تلبية حاجات المدير اللي بيمارس تأثير قوي في مجريات نشاطات المنظمة. بعد ما تناولنا مع المهندسة إيمان الأربع أنواع الأخيرة من نظم المعلومات الإدارية، هنتناول دلوقتي أنواع تانية مختلفة من نظم المعلومات الإدارية هتعرضها لنا المهندسة دعاء عبد الباسط. هي إيه الأنواع المختلفة ديت؟ أنا بس عايزة أوضح فكرتها. احنا قبل كده لما عرضنا الانواع السبعه وقلت ان كان المغزى فيهم ان هم تخدم الانواع السبعه دي، كل واحد منهم بيخدم جزء او اكتر من اجزاء المكونه للمنظمه، وقلنا ان مجموعهم مع بعض بيكون لنا نظم المعلومات الاداريه بشكلها الشامل واللي بيفيد المنظمه بشكل متكامل. فيه كمان يا جماعة غير الأنواع السبعة ديت في أنواع تانية، بس الأنواع التانية ديت هي في مكنونها بتشمل الأنواع السبعة، بس هي متخصصة في الوظائف بتاعة المنظمة، وده اللي هتعرضه لنا إن شاء الله المهندسة دعاء في العرض القادم كده بإذن الله، ونتابعها وإن شاء الله. ياريت بس لما نتفرج على المهندسة دعاء ونتابعها نحاول نفهم أي حاجة تقف قدامنا، ياريت نكتبها في التعليقات وأنا هجاوب عليها إن شاء الله على طول. اتفضل. أول حاجة هنتكلم فيها هي مدخل وظائف منظمة الأعمال الرئيسية. إيه هي وظائف منظمة الأعمال الرئيسية؟ قال لي أي منظمة أعمال لها أربع وظائف أساسية، هي التسويق والتمويل والموارد البشرية والتصنيع. وعشان كده كانت المجالات الوظيفية الخاصة بوظائف منظمة الأعمال الرئيسية هي أربع مجالات رئيسية، هي نظم معلومات التسويق، هي نظم تاني حاجة نظم معلومات الموارد البشرية، رقم ثلاثة نظم معلومات التمويل، رقم أربعة نظم معلومات التصنيع. وعشان كده ميز فاليو بين وظائف المنظمة ووظائف. ايه هما الفرق بين وظائف المنظمة ووظائف المدير؟ وظائف المنظمة دي هي الخاصة بالنشاطات اللي بتقوم بيها المنظمة عشان تقدر تحقق أهداف، اللي هي زي عمليات التصنيع، عمليات الإنتاج، التمويل، المحاسبة، التسويق، المبيعات، التوظيف والموارد البشرية. طب وظائف المدير؟ قال لي هي الوظيفة أو المهارة اللي بيقوم بيها كل مدير في عمله أو في الإدارة اللي هو شغال فيها.
مكان ما هتكون، وعلى حسب طبيعة عمل المدير ده بيكون المهارة اللي هو بيديها في شغله، وطبعا بتختلف بنسب من شخص للتاني، وعلى حسب الوظيفة وعلى حسب المهارات الموجودة عنده، سواء كانت مكتسبة أو غير مكتسبة. اللي بتتلخص في إيه؟ في عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة. طيب بالنسبة لوظائف المنظمة، الوظائف المنظمة دي هي النظم القاعدية المتخصصة لنظم المعلومات الإدارية الأخرى اللي بتختص بمجال محدد ونشاط معين. طب وظائف المدير، اللي هي الوظائف الأساسية اللي بتساعد المدير في عمله من خلال إيه؟ من خلال اللي هو بيدرس نظم معالجة المعاملات والتقارير الإدارية، ونظم أتمتة المكاتب اللي بتسهل عملية سريان المعلومات زي ما عرفناها قبل كده. وبيظهر في الشكل عندي الشكل البياني ده، بيظهر عندي في وظائف المنظمة في المستوى الأفقي ووظائف المدير في المستوى الرأسي، وإيه اللي بتتم بالنسبة للوظائف دي وعلاقتها ببعضها في قاعدة البيانات العامة اللي هي مسؤولة عن ان يبقى يتجمع فيها معلومات للمنظمة اللي بناء عليها المنظمة بتاخد قراراتها. فبتتم الكلام ده ان هو بيعمل عندي حاجة اسمها ادارة قواعد البيانات في مجموعة من البرمجيات العامة، بتنقسم لقاعدة نماذج ادارية وبرمجيات تطبيقات عامة. طب قاعدة النماذج الادارية دي اللي فيها وظائف المدير من تخطيط استراتيجي وتنظيم اداري وقيادة ادارية، التلاتة دول بيسموها عندي فين؟ في وظائف المنظمة، سواء كانت تسويق مبيعات، توظيف وموارد بشرية، تمويل ومحاسبة، تصنيع وإنتاج. طيب برمجيات التطبيقات العامة اللي بتسمى عندي في إدارة قواعد البيانات أصلا مرتبطة بأنهي وظائف في للمدير؟ هي الرقابة الإدارية ورقابة العمليات ومعالجة المعاملات. طب التلاتة دول مرتبطين بإيه؟ برضو بكل وظائف المنظمة، لأن أي وظيفة للمدير لازم بتتم في من خلال وظائف المنظمة الأربعة اللي هما التسويق والمبيعات والتوظيف والموارد البشرية، التمويل والمحاسبة والتصنيع والإنتاج. بعد كده لنظم المعلومات المتكاملة. الصورة الكبيرة عندي بقى، كل المعلومات اللي أنا بجمعها، كل المعلومات اللي بتستخدمها المنظمة أو الشركة بتاعتي بتكون بناء على إيه أو إيه هي؟ قال لي إن مفهوم نظم المعلومات المتكاملة دي، أو بنسميه نظم المعلومات الإدارية المتكاملة، قال لي إن ده مفهوم جديد ظهر في السنين الأخيرة عشان يدل على استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل تشبيك نشاطات المنظمة، عشان يقدر إن هو يربط نشاطات المنظمة بتاعتي اللي جوه المنظمة واللي براها، ويقوي عمليات الأعمال اللي بتتم فيها من خلال إيه؟ من خلال إن هو يمكن العمليات اللي فيها ويعزل الاتصالات بتاعتها سواء داخل الشركة مع موظفيها أو مع زبائنها ومورديها اللي بيجيبوا لها الخامات أو الحاجات اللي هي بتستخدمها، المواد الأولية بتاعتها اللي هي بتدخل في عمليات التصنيع بتاعتها، وكل أصحاب المصالح اللي بيتعاملوا معاها. فبالكلام ده بيتم إزاي؟ اللي بيتم عن طريق ثلاث شبكات. ايه هما؟ الشبكة المحلية الداخلية اللي هي الانترنت، ودي اللي بيستخدمها الموظفين داخليا في الشركة بتاعتهم، والاكسترنت دي كبنية تحتية بتسهل كبنية بتدعم عملية الاتصالات بين فروع الشركة وبعضها، والشبكة العالمية اللي هي الانترنت دي بتتم الشركة بالجهات الخارجية والاتصالات الخارجية. طيب قال إن نظم المعلومات المتكاملة والأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية هي اتجاهات مستقبلية واعدة، وعملت نقلة نوعية كبيرة جدا في مفهوم نظم المعلومات الإدارية من تقديم خدمات معلومات جزئية أو خاصة بكل نشاط من نشاطات المنظمة إلى خدمات معلومات تنظر للمنظمة بصورتها الكلية المتكاملة. طب والكلام ده بيوضح لي ايه؟ بيوضح لي ان انا عندي نظم المعلومات دي الادارية دي بدأت تاخد الشكل المستقبلي، هو ده اللي بقت كل الشركات شغالة عليه. شغالة على ايه؟ شغالة على اساس قواعد بيانات، شغالة من خلال التجارة الالكترونية والاعمال الالكترونية، بقت هي المتحكم الرئيسي في كل الشركات،
وبالتالي ما عادش بتنظر له نظرة جزئية، أمال بقت بتنظر له نظرة كلية. هو بقى بيشمل كل حاجة في الشركة، هو اللي بتقوم عليه كل حاجة، من علاقة مع أصحاب المصالح، مع الموردين بتوعها، مع الزباينها، مع حتى أصحاب رأس المال اللي بيشاركوا في الشركة دي. وفي نفس الوقت إنها تكسب ثقة العميل بتاعها اللي هي بتتعامل معاه، وثقة الموظف بتاعها، وتقدر تجمع معلومات تمكنها من إن هي تحسن من مستواها، وبالتالي توصل لتحقيق هدفها الأسمى أو تحقيق وفرتها، وبالتالي تحقق الربحية. إن أي شركة عايزة توصل لمرحلة الربحية، التعظيم الربح، تعظيم الربح ده عشان يحصل لازم الشركة تكون تقدر إن هي تكون ملمة بكل متغيرات البيئة اللي حواليها، سواء بيئة داخلية أو بيئة خارجية، وده ما بيتمش غير عن طريق قواعد البيانات ونظم المعلومات اللي هي بتكمل الشغل بتاعها والأعمال الإلكترونية اللي بتستخدمها. وبالتالي يبقى نظم المعلومات الإدارية هي حاجة أساسية، ده عبارة عن عمود فقري للشركة اللي بتقوم عليه. ومن هنا هقدر إن أنا هعرض باختصار شديد جدا أكتر الأنظمة المتكاملة الشهيرة. هما نظامين، أول حاجة نظم الشركة الوظيفية المتقاطعة، والنظام ده معناه نظم المعلومات الشمولية. يعني إيه؟ قال لي نظم المعلومات الشمولية هيها نظم الشركة الوظيفية المتقاطعة، بمعنى إن كانت قبل كده بتقوم الشركات على نظم المعلومات الوظيفية التقليدية اللي هي بتهتم بالحاجات الوظيفية بس، الحاجات الإدارية، لا هي بدأت تبص للوظائف بتاعتها إن لا لازم كله يبقى بيسمع في بعضه، زي ما شفنا في الشكل اللي فات إن وظائف المدير بقت مرتبطة بوظائف المنظمة، وده بيسمع في ده عشان يديني في الآخر تقارير مظبوطة. طب ده أدى لإيه؟ نظم المعلومات الشمولية ده فادني في إيه؟ أو الوظيفية المتقاطعة فادني في إن هو زود الاهتمام بالإنتاج والعملاء، يبقى أنا كده استفدت بالاتنين، زي ما بيقولوا ضربت عصفورين بحجر واحد، اللي هو إن أنا اهتميت بالإنتاج واهتميت بالعملاء، زودت إنتاجي، وإنتاجي طبعا لما يزيد يبقى أنا كده زودت الربحية، وفي نفس الوقت زودت الاهتمام بالعملاء بتوعي، وبالتالي زودت من مساحة السوق بتاعتي، يبقى أنا كبرت المساحة السوقية بتاعتي أو السوق بتاعي، أو زي ما بيقولوا سيطرة السوق بتاعتي، نسبتي في السوق كبرت من اهتمامي بنظم المعلومات. عشان كده بتعرف نظم الشركة الوظيفية المتقاطعة هي النظم التي تدعم عمليات تطوير الإنتاج والتوزيع وخدمة العملاء وهكذا، حتى تشكل علاقة استراتيجية مع الزبائن والموردين وكل شركاء الشركة. وبيظهر في الشكل عندي هنا عمليات الشركة بقت مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بكل اللي حواليها في البيئة اللي الشركة بتتعامل معاها، اللي هم موظفين الشركة دول اللي بيقوموا بالعمليات أصلا، والشركاء اللي هم أصحاب رأس المال، والموردين اللي هم بيجيبولي المواد الخام والمواد الأولية ومعدات النقل والموظف واللي هم العمال اللي هستخدمهم أي حاجة أنا بحتاجها، والزبائن اللي أنا بديهم منتجات أو ببيع لهم منتجات سواء كانت سلعة أو خدمة. نيجي بعد كده لفكرة نظم المعلومات الشمولية. إيه هي فكرة نظم المعلومات الشمولية اللي بتقوم عليها أو نظم الشركة الوظيفية المتقاطعة؟ وإحنا قلنا إن الاتنين بمعنى واحد. قال لي إن هي بتستند الفكرة دي على إيه؟ على إن هي تبرز تصور إطاري لجميع مكونات الشركة الداخلية وعملياتها وعلاقتها الداخلية وعملياتها وعلاقتها الخارجية مع العملاء والموردين وأصحاب المصالح، حتى يتمكن كل جزء وإدارة فيها بالتفاعل مع الأجزاء الأخرى. ده يعتبر الفكرة دي اللي اتكلمنا فيها قبل كده، اللي احنا قلنا ان لازم الشركة كل مكون فيها يكون مربوط بالتاني، كل عملياتها الداخلية والخارجية
تكون الشركة ملمة، عملياتها دي ملمة بكل حاجة سواء كانت داخلية أو خارجية، مع زبائنها ومع عملائها ومع موردينها ومع أصحاب المصالح ومع موظفينها، فبالتالي تقدر إن يحصل عملية التفاعل، فتبقى ملمة بكل حاجة، فيبقى عندها تصور كامل وشامل لكل المتغيرات الداخلية والخارجية ليه. وبالتالي عشان أوصل للصورة الكبيرة دي، فبالتالي يبقى أنا لازم في أنظمة عندي تساعد في الكلام ده. الأنظمة دي قال لي عندي بدل النظام 6 اللي بتشتغل عليهم أو بيدعموا أنظمة معلومات الشركات التكاملية اللي هي بتحتاجهم علشان خاطر يكونوا لها الصورة أو الإطار الكبير بتاع مكونات الشركة. عبارة عن إيه؟ عبارة عن، وأول حاجة، أول رقم واحد، نظام تخطيط موارد الشركة الـ ERP. طبعا نظام تخطيط موارد الشركة ده بيركز لي على عملية التخطيط، بيلعب على نقطة التخطيط، لأن أنا بشتغل على مين؟ تخطيط الموارد من الاسم، يبقى أنا بلعب على عملية التخطيط، على الإنتاج. أنا محتاج موارد إيه، وبناء عليه بحدد أنا هجيب إيه وهعمل عمليات إيه وهوزع إزاي. طب ليه نظام تخطيط الموارد؟ عشان كمان ما يبقاش عندي مخزون فايض، سواء او حتى مواد اوليه احتاج لها مساحه كبيره في التخزين. يبقى نظام التخطيط ده هيفرق معايا. هيفرق في ايه؟ ان انا ما اقعدش اخزن حاجات على الفاضي. الحاجات دي احنا كنا خدناها في ماده الانتاج قبل كده، ان نظام الاي ار بي بيفرق معايا في الحاجات دي كتير، بيوفر لي في المساحات التخزينيه، بيوفر لي في المخزون، سواء المخزون المصنع او النصف المصنع او الغير مصنع كمواد اوليه. يبقى انا كده ما بقاش برمي فلوس على الارض، في نفس الوقت ما بقاش بطلع بنتج منتجات واسيبها من غير ما تتباع، فبقى برمي فلوسي وابقى عندي راس مال مهدر، وفي نفس الوقت ابقى انا عارف ايه اللي عندي وايه اللي ناقص، لان نظام تخطيط موارد الشركه ده بيفيدني ان انا ابقى عارف كل قطعه داخله او خارجه. وبالتالي حتى لما يجي العميل يطلب منتج معين او سلعه معينه، اقدر افيده اذا كانت موجوده عندي ولا لا، وبالذات لو انا عندي فروع للشركه دي في كذا مكان، فاقدر اقول لا مثلا ده مش موجود عندي في الفرع بتاع مثلا القاهره، ده انت هتلاقيه في فرع مثلا اسكندرية او في فرع دمنهور او في فرع البحيرة او في فرع طنطا، فانا هبعت اجيبه لك من هناك. يبقى انا مش محتاج ان انا اقول له ان المنتج مش موجود او انا هعيد تصنيعه، لا هو موجود عندي في الفروع التانية. يبقى انا كده نظام تخطيط موارد الشركة فادني في النقطة دي، يبقى انا كده بستغل كل قطعة عندي، ما بقاش بهدر حاجة او المخزون بتاعي بيضيع على الارض. تاني حاجة، نظام ادارة العلاقات مع الزبائن. بهم النظام تخطيط موارد الشركة، أنا لو عملت العملية دي واستفدت منه في عملية التخطيط عشان أرفع فعالية الإنتاج الداخلي والتوزيع والعمليات المالية عندي، أنا كده طبعا هحقق وفرات مالية منه، هعرف هحتاج معاه أن أنا لازم أبقى عندي نظام يدير العلاقات مع الزبائن اللي أنا بتعامل معاهم، عشان أقدر أن أنا أكسب الزبائن بتاعي وحافظ عليهم. وفي نفس الوقت لازم يبقى عندي نظام لإدارة العلاقة مع الشركاء، عشان خاطر يكون هدفه الأساسي إن هو يكسب الشركاء الجدد. أنا لما يلاقي مستثمر أنا عايز أكبر من شركتي، أنا عشان أكبر وأكسب عميل جديد معايا، شريك بمعنى أصح يدخل برأس مال، لازم يلاقي إن الشركة دي ناجحة، وعشان تبقى ناجحة لازم يبقى عندي نظام إدارة للعلاقة مع الشركاء عشان أعرف أحافظ عليهم وأكسب ناس أوصل بيهم للمستوى المطلوب. طيب رابع حاجة، عندي إدارة سلسلة التوريد، ودي من أهم المراحل عندي أو من أهم الأنظمة، لأن على أساسها بتفرق معايا حاجات كتيرة جدا في الشركة، ودي من سلاسل التوريد، دي من الحاجات المهمة جدا في أي شركة، وبالذات لأنها بتساعد وبتركز عن هي تطور من الشركة وتحقق وفر في النفقات، لأن عمليات النقل والتوصيل و إدارة النقل، وإن أنا أقدر أربط الفروع ببعضها وأنقل المنتجات دي من المصنع للمستهلك ومن عند المورد للمصنع للتم اللي وزعها للمنافذ بتاعتي والفروع، وبعديها أوديها للمستهلك، كل دي
بتتم عن طريق إدارة سلسلة التوريد، فهي ليها دور كبير جدا في إنها بتوفر في عملية النفقات لو أدارت صح، لو تم إدارتها بالطريقة الصحيحة. خامس نظام عندي هو نظام تكامل تطبيقات الشركة. قال لي هو نظام برمجي، بمعنى إن هو بيستخدم في شركات المتقدمة جدا عشان يربط الأعمال الإلكترونية بتاعتها مع بعضها، زي إدارة العلاقات مع الزبائن وتخطيط الموارد، وده إحنا قلناه قبل كده. تمام، زي إن أنا مثلا عايز أطلب طلبية بس هطلبها إلكتروني عن طريق أنظمة التجارة الإلكترونية من على النت يعني أونلاين، وبالتالي ده بيفيدني في إن أنا أقدر لو طلبتها من حاجة زي دول يشوفوا عندهم نظام التصنيع والجدولة والمالية، ويشوفوا سلسلة التوريد بتاعتهم هتتم ازاي وعملية النقل هتتم ازاي عشان توصل للعميل. فيبقى نظام تكامل تطبيقات الشركة يعتبر بيربط لي الأنظمة السابقة مع بعض، يبقى هو نظام مهم، نظام برمجي بيربط لي الأنظمة ببعضها، بيوصل الدنيا ببعضها زي ما احنا شايفين في الشكل، ان عندي عمليات التصنيع الاي ار بي والجدوله والتوزيع والماليه، كل دول مع خدمات العملاء وتصميم السلع وتسجيل الطلبيات، اللي بيربط ما بين الطريقين دول او الجزئين دول هما نظام تكامل تطبيقات الشركه، بتربط الدنيا ببعضها، بتودي ده لهنا، بتسال خدمات العملاء، بتسال مثلا عند بتوع التصنيع والجدوله انتوا عندكم كذا، اه عندنا، طب هاتوه عشان احنا نسجل ونبعت ونشوف العميل عايز ايه، ممكن انا اصمم له السلعه اشوف هو ايه هي بالظبط المنتج اللي هو عايزه، زي مثلا محل التصنيع الاساس هو بيشوف طلبات العميل بتاعه هو محتاج ايه، بيرسم الديزاين بتاعه ويبعته للاي ار بي يشوف هل الكلام ده موجود عنده، هل الخامات دي متوفره عشان يقدر يعملها، وبالتالي يبقى هو كده احتاج لنظام تخطيط الموارد، عمل نظام كسب العملاء وكسب العميل بتاعه، وكمان هيحتاج إدارة سلسلة التوريد عشان يبتدي يشوف لما يجي يصنع الموضوع ده هينقله ازاي للعميل. آخر نظام عندي هو نظم التعاون في الشركة، ودوت فائدته بيهدف إلى تعزيز عمليات الاتصال والتنسيق والتعاون المثمر بين أفراد وجماعات العمل في الشركة، زي أنظمة أتمتة المكاتب، والأنظمة دي بتساعد العاملين على العمل معا. وطبعا مثال ذلك اللي هم المهندسين والاستشاريين اللي بيشتغلوا مع بعض في فريق واحد باستخدام الإنترنت أو الإكسترنت. تاني نظام عندي هو نظام إدارة العلاقة مع الزبائن والموردين، وطبعا احنا اتكلمنا إن العلاقة مع الزبائن سواء مع الزبائن أو مع الموردين، المورد اللي هو بيجيب لي المواد الخام أو الزبون اللي أنا بتعامل عليه، من أهم الأنظمة اللي احنا بنحتاجها في الشركة، وبالتالي أصبحت إدارة العلاقة مع العملاء هي أكتر أصول الشركة قيمة، ده أكيد حتى من الإنتاج نفسه بالظبط، لأن أنا لو ما عنديش علاقة كويسة مع العميل أنا الإنتاج اللي أنا هعمله ملوش لازمة، هيتركن عندي وبالتالي مش هيبقى له قيمه، هبقى انا كده برمي فلوس في الارض. لكن لو انا عامل علاقه كويسه مع العملاء، لا، يبقى الانتاج اللي انا بطلعه بيتم استهلاكه، بيتم طلب عليه، يعني بمعنى اصح انا عايز يكون الطلب على المنتج بتاعي اكتر من اللي انا بنتجه كمان، عشان يبقى انا كده بكسب عميل، وبالتالي بتكون عندي استراتيجية الأعمال بتركز على العميل، بتركز على العميل، ودي من أهم استراتيجيات الشركات المتقدمة في عالم العمل اليوم. وبالتالي نظام إدارة العلاقة مع الزبائن ده هو أحد الأنظمة اللي طبقتها معظم الشركات عالميا. وطبعا نظام إدارة العلاقة مع الزبائن بيساعد 5 أنظمة فرعية عشان يوصل للمستوى المطلوب، زي المبيعات وتنفيذ الطلبيات وخدمة الزبائن وبرامج الولاء والمحافظة على الزبائن وحساب. والشكل اللي عندي هنا بيبين لي الكلام ده، وطبعا بيكون عن طريق البريد الالكتروني او الويب او الهاتف او الفاكس. وطبعا اي نظام اداره علاقه مع زباين بيمر 3 مراحل احنا قلنا قبل كده، ان انا اكسب زبون جديد واعزز العلاقه معاه واحافظ عليه. تاني حاجه في الانظمه بتاعتي دي اللي هو نظام اداره سلسله التوريد، واللي احنا اتكلمنا عنها باستفاضه
في الجزء اللي فات ان هو من اهم الاجزاء في اداره شبكه الاعمال الالكترونيه للشركه. فشبكه الاعمال الالكترونيه دي الحصول على افكار وعلى تمويل وعلى تقنيات امنه ومهارات للتعامل مع الموردين تاتي في اولويات عمليه تشغيل هذه الشبكه. وبالتالي فكره اداره سلسله الموردين اصلا بتعتمد على ان هو بيربط للشبكه الداخليه بالشبكه الخارجيه. ليه؟ عشان يقدر يساعد الشركة ان هي تحصل على المواد والمنتجات المناسبة في الوقت المناسب والمكان المناسب والكمية المطابقة وبالسعر المعقول. تمام؟ وبالتالي هو النظام ده بيشتغل على اساس ان هو يبقى تعامله مع الموردين ان انا عايز المنتجات دي او المواد الخام دي والمنتجات دي بسعر مناسب، خلاص، وفي الوقت مناسب وبكمية مناسبة، تبقى متحددة كل حاجة. وبناء على سلسلة التوريد ديت بتعمل على ربط أنظمة الشركات الداخلية مع أنظمة الموردين، لازم يتم ربطهم مع بعض، والشركة والشركاء والزبائن، كل دول بيشكلوا لي شبكة إدارة أعمال إلكترونية أمنة ومتماسكة، اللي عشان توصل في النهاية إن هي تحقق الفاعلية والمستوى اللي هي عايزاه، عشان يحصل كل من المنتجين والموزعين والمستهلكين على ما يريدون الوصول إليه بمعنى أصح. تم بحمد الله انتهاء الفصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.